السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن محمد فرغلي. ان شاء الله الفيديو ده احاول ما اطولش عليكم، اديكم نبذة صغيرة عن كيفية عمل الريبورت. تمام، زي ما احنا شايفين ده فايل وورد انا عملته، حاطط فيه كل الاوتلاين وفيه اسم التجربة، احاول ارفعه على الدرايف واحطه لكم في اللينك بتاع الفيديو. التجربة زي ما انت اخدته بتتكلم على الانفرس سكوير لو، تحت منها تكتب النيم بتاعك والاي دي، طبعا في كل واحد ليه اي دي لسه ما تاكدش منه، فحط الرقم التقريبي اللي انا اقدر اوصل منه ايه لاسمك من الكشف. تمام، طيب طبعا الاسطمبه دي الناس ما تكبرهاش زي ما هي، حاول تغير فيها، غير في الاسم، غير في اي حاجه، في الخط، في اللون، المهم الناس ما تمشيش ورايا اللي هو ستيب باي ستيب، يعني حاول تغير. اي ريبورت هيطلب منك لازم ليه شويه عناوين هي ثابته بنسبة كبيرة في كل الريبورتات اللي بتطلب. العناوين دي بتسهل اللي عاوز يقرا الريبورت بتاعك يفهم انت بتعمل ايه. أول حاجة اللي هي الانترو، انترودكشن عن التجربة، ايه هو الانفرس سكوير لو، وطبعا ما أسهل الانترو للناس كلها، هتروح ساعتها على الويكيبيديا ويجيب أي كلمتين تتكلم عن يتكلموا عن التجربة دي وخلاص. وات ايفر الطريقة، المهم انت هتجيب انترو تتكلم فيها. حاول في الانترو انت هتجيبها، انت عارف الكلام هيبقى موجود كده، بيبقى انت لو جايبه ناحيه الشمال هتلاقيها سطور جايه تحت بعض، بدال ما تجيب التنسيق على الشمال هتلاقي في خانه اسمها جاستيفاي، هتبدا تظلل الكلام اللي موجود هنا وبعد كده تضغط على جاستيفاي، هتلاقي مثلا خلى الكلام كله متناسق من اول الصفحه لاخر الصفحه، من اول الصفحه لاخر الصفحه. طبعا جربها، الناس تجربها هيشوفوا تقريبا تاثيرها وهيقولوا دي حاجه كويسه بعد كده لقدام يقدر ينظم الريبورت بتاعه. تاني حاجة الاوبجيكتيف، ايه الغرض من التجربة؟ التجربة بتاعتنا الغرض منها ان انا افاليديت الانفرس سكوير لو، اتاكد من صحة قانون الانفرس سكوير لو. بعد كده الايكويبمنت، ايه الحاجات اللي انت استخدمتها؟ استخدمت لايت سورس، واستخدمت لاكس ميتر، واستخدمت رولر، مسطرة ومصدر اضاءة، واللاكس ميتر اللي بيقيس للضوء. بعد كده الستيبس او البروسيجرز، الخطوات اللي انا عملتها، انا عملت ايه؟ اول حاجه لازم اتاكد ان البليس اللي انا شغال فيه از دارك، مطفي، او تيرن اوف اول لايت سورس ان ذيس بليس، ان انا بطفي كل مصادر الاضاءه اللي موجود فيها التجربه. تاني حاجه بعمل ايه؟ بعمل تيرن اون لللايت سورس ان انا استخدم اللي انا هستخدمه في التجربه. بعد كده ابدا اخد ديفرنت ريدنج وذ ديفرنت بليسز، ان انا عندي قرايات مختلفه في اماكن مختلفه، باخد مره عند العشرة ومره عند العشرين والتلاتين وهكذا لحد الخمسين مثلا. عند كل قيمه بقرا قيمه الاي او الالومينيشن. تمام، طيب اخر حاجه عندنا الريزلت اند كونكلوجن، المفروض التيبل اللي انت خدت فيه القرايات هتبدا تحطه هنا وتروح ترسم العلاقه ما بين الانفرس سكوير لو اللي هو ما بين الاي والار اللي انا عارف ان هي علاقه عكسيه مع مربع المسافه، وبالتالي انا عارف متخيل شكل الكيرف عامل ازاي. طيب زي ما قلنا ان المشكله اللي موجوده واغلب الناس تسال عليها ان انا ازاي ارسم، في كذا طريقه، وزي ما عرفتوا في السكاشن ان انا استخدم الماتلاب، بس لسه ناس كتيره ما خدتوش او ناس كتيره هتاخده في الصيف، وعادي ده جدا عادي، مش لازم تكونوا واخده من دلوقتي. بعد كده عندك الاونلاين ويب سايت، اي موقع اونلاين هتحط فيه القيم بتاعه الار والاي هتطلع لك. في الاكسل زي ما انت استخدمت الوورد، ما تستخدم الاكسل شيت عشان تبدا ترسم الدروينج. ادينا حطيت اهو الديستنس، وحطيت الاي، وحطيت القيم بتاعت الديستنس وبما يناظرها الاي، بقى عندي كل قيمه للار قيمه للاي. اعمل ايه بعد كده؟ هظلل القيم دي واروح عندي حاجتين ممكن اروح لهم. اول حاجه ودي الاسهل اللي هو ريكومندد شارت، هتلاقيه حاطط شويه اشكال واشوف الشكل اللي انا عاوزه. انا متوقع الشكل زي ما قلت لك اهو عكسي اهو، ده حل. الحل التاني لو ده ما ظهرش ان انت هتروح لللاين وتجيب مور لاين شارتس وتختار منها الشكل الايه اللي انت متوقعه زي ما انت شايف وتدوس اوكي. طبعا انت ممكن اهو تظلل وتغير، محدش برضو يمشي في الاسطمبه زي الناس تغير كده، كل واحد يختار له حاجه. بعد كده التايتل بتاع التشارت هتكتب اهو اللي هو الانفرس سكوير لو. طيب فاضل ايه تاني؟ احط، هتلاقي في علامه زائد اهو اد، هتعمل اد للاكسس تايتل عندي، هتحط هنا الديستانس
بالسنتيمتر، هتكتب ديستانس اهو، بالسنتيمتر، وهتكتب على الاكسس ده اللي هو الايه الالومينيشن. والوحدة بتاعته برضو ايه الاي. خلاص كتبت الديستانس بالسنتيمتر والوحدة بالاي، خلاص بقى الشكل بالنسبة لي او الدروينج بالنسبة لي زي الفل. تمام كده، هتعمل كليك وتاخد كوبي اهو، وتروح للفايل وورد وتعمل ايه بيست. حط لك اهو الدروينج زي الفل، ما اسهله، دنيا سهلة جدا، مفيش اي مشكلة، رسمت الرسمة بكل بساطة. اظن المشكلة كده اتحلت لاغلب الناس ان شاء الله. الفيديو زي ما قلت لك مش عاوز اطول، اتمنى يكون في استفادة حتى ولو بسيطة في الدقايق البسيطة اللي اتكلمت فيها. اي حد عنده مشكلة، اي حد عنده اي استفسار اي سؤال، ممكن تتابعنا فولو مي اون جوجل كلاس. هنعمل زي ما انتوا عارفين جوجل كلاس، بحيث ان عنده اي سؤال خاص بالمادة، اي نوتس خاصة بالمادة، اي حاجة خاصة بالمادة برفعها، اي اجابات على اسئلة. اتمنى اشوف الناس كلها موجودة في الجروب ده. هتلاقيه سهل جدا، وسهل تسأل فيه، وسهل تتعامل فيه، اكنه درايف خاص بالماده، بدل ما انت تايه وسط البوستات وسط الحاجات الخاصه بالمواد التانيه. انا بقول لك تعالى على الجوجل كلاس، هو روم خاصه بالماده، فيها كل حاجه وفيها كل ما يخص الماده. اتمنى اكون سهلت عليكم طريقه عمل الريبورت، واشوفكم على خير، وشكرا.